آذانت نابيبينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء فمحية فالصفاح فأعلى ذي فتاق فعذب فالوفاء فرياض القطف أودية الشرب بفالشعبتان فالأبلاء لأرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء وبعينيك أوقدت هندن النار أخيرا تلوي بها العلياء أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود كما يلوح الضياء فتنو ورت نارها من بعيد بخزاز هيهات منك الصلاء غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء آنست نبأة وأفزع هلق الناص عصرا وقد دنا الإمساء فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء وطراقا من خلفهن طراق سقطات أودت بها الصحراء أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء أن إخواننا الأراق ما يغلو علينا في قولهم إحفاء يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء من مناد ومن مجيب ومن تصهى لخيل خلال ذاك رغاء أيها الناطق المرقش عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء لا تخلنا على غراتك إنا قبل ما قد وشبنا الأعداء فعلونا على الشناءة تنمين جدود وعزة قعساء قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء وكأن المنون ترد بنا أرعن جونا ينجب عنه العماء مكفهر على الحوادث لا ترته للدهر مؤيد صماء أيما خطة أردت فأدوها إلينا تمشي بها الأملاء إن بشتم ما بين ملحة فالصاقب فيه الأموات والأحياء أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه السقم والإبراء أو سكتتم عنا فكن كمن أغمض عينا في جفنها أقذاء أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء ثم ملنا على تميم فأحرمنا وفينا بنات مر إماء لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء ليس ينجي موائلا من حذار رأس طود وحرة رجلاء فملكنا بذلك الناس حتى ملك المنذر ابن ماء السماء وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء ملك أضلع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء ملك مقسط وأكمل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء إرمي بمثله جالت الجن فآبت لخصمها الأجلاء فاتركوا الطيخ
الفسخ والتعدي وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء. واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. حذر الخون والتعدي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء. أم علينا جر حنيفة أو ما جمعت من محارب غبراء. أم جنايا بني عتيق فمن يغدر فإنا من غدرهم براء. أم علينا جر العباد كما نيط بجوز المحمل الأعباء. أم علينا جر قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. أم علينا جر إياد كما قيل لطسم أخوكم الأباء. ليس منا المضربون ولا قيس ولا جندل ولا الحداء. عاننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء. لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء. تركوهم ملحبين فآبوا بنهاب يصم فيه الحداء. ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء. ما أصابوا من تغلبي فمطلول عليه إذا تولى العفاء. كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند الرعاء. إذ أحل العلاة قبة ميسون فأدنى ديارها العوصاء. فتأوت له قراضبة من كل حي كأنهم ألقاء. فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ يشقى به الأشقياء. إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء. لم يغركم غرورا ولكن يرفع الآل جمعهم والضحاء. أيها الشانئ المبلغ عنا عند عمرو وهل لذاك انتهاء. من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء. آية شارق الشقيقة إذ جاءوا جميعا لكل حي لواء. حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء. وصتيت من العواتك ما تنهاه إلا مبيضة الرعلاء. فرددناهم بطعن كما تنهز عن جمة الطوي الدلاء. وجبهناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء. وحملناهم على حزم ثهلان شلالا ودمي الأنساء. وفعلنا بهم كما علم الله وماء للحائنين دماء. ثم حجرا أعن ابن أم قطام وله فارسية خضراء. أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شنعت غبراء. وفككنا غل امرئ القيس عنا بعدما طال حبسه والعناء. وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء. وأتيناهم بتسعة أملاك ندام أسلابهم أغلاء. ومع
الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولت بأقفائها وحر الصلاء وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء مثلها تخرج النصيحة للقوم فلا تم من دونها أفلاء.